كان سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين يصلي في بيته، احترق الجانب من البيت، فجاء يصيحون عليه، هو ساجد ما تحرك، يا ابن بيت رسول الله، يا علي يا ابن الحسين، وهو ساجد، واخذوا يعملون على اطفاء الحريق حتى ارتفع من السجود. سلم قال ما بال الناس، ما هذا؟ ليش ما هذا؟ النار تشتعل ونحن نصيح عليك، ما احسست بها؟ قال لا. فين كنت؟ قال الهتني عنها النار الكبرى، ما عاد احسست بهذه النار. النار الكبرى بعضهم يفسرها بالنار هذه اللي في الاخره، وهي نار كبرى صحيح، ولكن اكبر منها نار المحبه اللي في قلوب العارفين، هذا مش فوقها، هذا النار تحرق كل شيء، اشد، تخاف منها النار الاخرى. سالوا بعض العارفين، لو اراد الله ان يعذب ناره التي خلقها في الاخره فبما يعذبها؟ قال يعذبها بنار محبته التي اوجدها في قلوب العارفين. وشاهد ذلك فيما يروى أن المؤمن إذا أراد المرور على الصراط صاحت النار، جزء مؤمن فقد أحرقني نوره. قالوا لأن نور المؤمن ونور المحبة من الرحمة، والنار من الغضب، والحق يقول رحمتي علت غضبي وسبقت غضبي، فهي أعلى.